العزيز، هذا السوق إحياء مدينة الموصل. إذا أكو مسؤول يحس بالمسؤولية فيحيي هذا السوق حتى تعيد مدينة الموصل كسابق عهدها. وإذا هذا السوق ما فتح وشارع النجفي ما فتح، هذا العلم شارع النجفي تحتاج أي كتاب للعلم موجود. إذا هذا السوق وهذا السوق ما عادوا وما فتحوا، فالموصل في خبر كان. أنا مسؤول عن كلامي. هذا السوق تاريخ، يعني كل واحد من هذول الصياغ صار له 40 سنة يعمل بهذا السوق. زين، عند ما تجي تريد تبدل مكانه يراد له أشهر وسنوات على ما ينعرف هذا الصايغ. طلبات المختصرة للسيد المحافظ، نطالبه هو ابن نينوى، هو يقول أني أهلي. احنا على هاي الكلمة اللي هو يطلقها دائما، نطالب أهله يطالبوا بإعادة هذا السوق وبناؤه ونشيموا عليه ونشيم المسؤولين اللي هم اهتمام بهذا السوق، ويهون مبلغ، يعني يطول مبلغ، رصد مبلغ لإعادة هذا السوق. احنا نريد نسوي سوق مركزي وفحص الذهب في هذه المنطقة. نفحص الذهب زين، هسا ذهب ما نعرف شنو قياسه احنا. زين، قياس الذهب مغشوش. نحن نشكر الموصلية على الجهود اللي تبذلها بخدمة مدينتنا، مدينة الموصل الغالية. ومطالب الصياغ اللي أهم شيء هسا نحن شغلة الأبواب. الأبواب لأنه نحن مشكورين دارة البلدية قامت بواجبها من حيث التسقيف، دارة كهرباء نينوى نشكرها، من ناحية مد كيبلات ثري فيس، دارة الماء مشكورة، السباقة اللي كانت توفير الماء بالنسبة للسوق. حاليا نحن يعني أكثر العقبة الرئيسية عندنا هي مسألة الأبواب. احنا بس نطالب أستاذ ستار الحبو أنه التخصيص المالي، الخرائط من ناحيه الكشوفات كامله والخرائط كامله، بس مجرد استاذ ستار يطلق لنا التخصيص المالي للابواب، وهم 11 باب. يعني شغله الذهب سوق، عدا انه سوق تراثي يمثل مدينه الموصل ومن ركائز الجانب الايمن، لكن انه سوق تجاري بالدرجه الاولى. هذا السوق العريق الذي يعتبر واحد من احسن اسواق الصياغه في العراق، هذا سوق أثري والسوق صار يعني أكثر من 100 سنة. المفروض من الحكومة المحلية الاهتمام بهذا السوق والعمل على إدامة هذا السوق بكل ما يحتاجه من بوابات وحمايات وأمور أمنية، كذلك شارع النجفي. هسه حاليا بالموصل بقى عندنا السوق الصياغ وشارع النجفي، هؤلاء يعني هذين المنفذين إذا كمل هذا السوق وهذا الشارع المنطقة القديمة تعيد الحياة فيها بصورة تامة. فالمفروض من نقابة الصياغ والأخوان الصياغ يتجهون للحكومة المحلية ويجتمعون وياهم، أو يجيبون السيد المحافظ وإدارة المحافظة ويشوفون السوق شنو احتياجاته، شنو يريدوا، شنو الخلل الأمني، السيد قائد الشرطة وياهم حتى يقدرون يسيطرون على وضع السوق إن شاء الله. احنا يعني الكبار مال السوق لازم يكون يعني أول الناس حتى يجي يفتح حتى الباقيين يجون، لأن سوقنا تعب، يعني سوقنا والتعب وتأخر. يعني شنو اللي يمنع يعني بعض يفتح؟ تعويضات قليلة، تعرف الصايغ يغير له يكون مكان أميني، يعني أبواب أو نقطة حماية من الشرطة والقوات الأمنية.